نفيس، وحبيت بس أكد هذه الواقعة التاريخية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبتدي الجلسة الثانية. بالبداية بحب أشكر الأستاذ الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية، والدكتور جمال المنسق العام للمؤتمر ورئيس المؤتمر على الجهد الرائع والبالغ والتنسيق المحترم، والكورسات اللي معمولة للبوست جراديوت هي حاجة تشرف وحاجة نفتخر بيها كأساتذة أمراض صدرية، فندعو لهم بالتوفيق. وبقول للدكتور طارق صفوت ان لازم ان احنا نعمل سي دي او فلاشة للمؤتمر ده بكل المحاضرات فيها ونوزعها على كل الاقسام دي، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم العلم وعلمه، فدي عشان زيادة الفايدة وتبقى نهاية علمية. شكرا جزيلا. ودلوقتي بدعو اي ام اكول دكتور سارة توماسيستي from Italy to speak about transbronchial cryobiopsy for the diagnosis of interstitial lung disease. She is not here. هتيجي ما هتيجي؟ نأجلها؟ طيب. هو الدكتور مدن وياه. Now I call my dear colleague Professor Ramadan Nafa, Professor of Chest Diseases at Gazi University, to speak about understanding of biomarkers on interstitial lung disease prediction. فليتفضل. The end of inflammatory process and the prognostic value still needs to be established. بالرغم من كل البايوماركرز والليسته الطويله، بس علشان ما نجريش وراهم، هم ما لهمش اي بريدكشن لاي حاجه. بعضهم بيجي من اللانج بيسيليوم زي ما قال الانترلوكن الكيل 6 والسيرفكتان، وبعضهم بيجي ومعظمهم بيطلع في الاي بي اف. في الساركويدوزس اخص الايس والسولوبل انترلوكن والتيومر نكروزس فاكتور. ده كان بيقيس البلاد بايوماركرز مثلا في الايديوباسيك بارمونري فايبروزس، وحط لنا الليسته الطويله دي. دي السيستميك سكليروزس لانها لها سبيشال انتيتي، لانها مهمه جدا. كل البايوماركرز دي ان كونكلوجن ستيل ان انفانسي، ما اقدرش اعتمد عليها، ما اقدرش ادياجنوز ولا اقول بروجنوزس، واشهرهم اللي احنا ذكرناهم. بشكركم ويعني اتحتوا لي فرصه ان انا اكون معاكم النهارده، وببارك لكم وهنيكم بالمؤتمر الدسم. تو بارلل يعني رومز، وفيهم سبيكرز وفيهم محاضرات، بقى الواحد بيبص محتار يروح هنا ولا يجي هنا ولا يعمل ايه، بالذات لما يبقوا الاثنين قبل بعض كويسين. بشكركم وببارك لكم يا دكتور طارق بيه على المؤتمر الجميل دايما يا رب. شكرا جزيلا دكتور رمضان على ال very illustrative talk about biomarkers in the diagnosis of IVF. والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور طارق صفوت وجمعية البرونكولوجي على المؤتمر الرائع، والمجهود العظيم للأستاذ الدكتور جمال ربيع رئيس المؤتمر. And now may I call Professor Sara Tomositi from Italy. She will talk about transbronchial cryobiopsy for the diagnosis of interstitial lung disease, current perspectives and real life experience.
اونلاين من ربع ساعة أول ما الدكتور رمضان ابتدى. هي كانت جاهزة استقرت رمضان بالكامل. نومي يكون بروفيسور محمد متولي استاذ الصدر في طب اسيوط. He will talk about reviewing combinations regimen for interstitial lung disease treatment past, present and future. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول بحب اشكر يعني اداره المؤتمر استاذ الدكتور جمال ربيع استاذ الدكتور طارق صفوت على دعوتي اكون مع حضراتكم النهارده. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن reviewing combination regimens for interstitial lung disease من الباست للفيوتشر. اول حاجه as a definition يعني ان الانترستيشال لانج ديز از ا جروب اوف ديسوردرز اوف دايفرس ايتيولوجيز اند كومن فيتشرز اوف فارينج ديجريز اوف فايبروزس اند انفلاميشن. هم بيبقوا حوالي 200 ديفرنت ديزيز in spite of their heterogeneous nature have several common clinical radiological histological manifestations. يمكن زي المقوله اللي قالها الاستاذ الدكتور رمضان نافع دلوقتي العالم كله متجه انه يعمل جروبينج ولامبنج للجروب دهيت من الانترستيشال لانج ديز عشان بعد كده طبعا ايه سواء كان بقى دي حاجه كويسه او لا ان هم يشوفوا الديفرنت انديكيشنز للديفرنت تريتمنت موداليتيز. في بروبورشن اوف بيشنتس اوف انترستيشال لانج ديزيز بيبقى كومنلي اسوشيتد مع الاوتو اميون ديزيز بيديفلوب اللي بنسميه الفايبروزنج progressive fibrosing phenotype. ده بيبقى طبعا characterized by worsening of lung function with dyspnea and quality of life deterioration and early mortality. ده غير ان الايديوباثيك pulmonary fibrosis نفسه هو بيأفكت الاوردال ادلتس واز ا بروجريسيف ديزيز والميديان سرفايفل من 2 ل 3 سنين من الثلاث لاربع سنين. البروجريسيف فايبروزنج فينوتايب ده بيبقى طبعا اسوشيتد مع سام كولاجين فاسكولار ديزيزز في زي الروماتويد ارثرايتس انترستيشال لانج ديزيز وسيستميك سكليروز انترستيشال لانج ديزيز البوليمايسايتس الكرونيك هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس وغيره وغيره. ريسبكتيف عن التريجر بتاع اللانج انجري بنلقى ان في بروجريسيف فايبروزنج انترستيشال لانج ديزيز شوين كومن فيتشرز نوت اونلي في الديزيز بيهافير ولكن في الباثوجينيك ميكانيزمز. وعشان كده بيديني في الاخر irreversible loss للإبيثيليال والإنديثيليال barrier integrity وdestruction في lung architecture والloss of lung function. ولحد دلوقتي ما فيش اي drug approved من الـ FDA في treatment of interstitial lung disease other than nintedanib and perfenidone. ده اللي هما ده standard في بعض disease زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي يعني. No treatment guidelines issued في الـ interstitial lung disease other than idiopathic pulmonary fibrosis well systemic sclerosis interstitial lung disease. وده طبعا اللي ضعف الـ evidence في الموضوع دوت. Immunosuppressives are the mainstay treatment في الـ fibrosing interstitial lung disease but its efficacy and safety is need to be established. كان عندنا قبل كده الجولد ستاندرد تريتمنت في الايديوباثيك بارمون فايبروزيس هو البريدنيزون والازاثيوبرين والانستاتيل سيستين وبعد كده جات البانثر اي بي اف ترايل
وقالت ان ده ما هوش صحيح وان هو بيبقى associated مع increased risk of hospitalization and death في البيشنت بوبوليشن، ولذلك بقى كوندمند المجموعه دي. وده نعتبر تقريبا من الحاجات اللي هي الباست كومباينيشنز اللي عفى عليها الزمن وما بقتش تستعمل. هنبتدي مع بعض ناخد الممبر باي ممبر من الاميونوسابريسيفز اللي هي بتستعمل في الانترستيشال لانج ديزيز عشان نعرف بعد كده المجموعات اللي هنكونها منها او الكومباينيشنز الديفرنت كومباينيشنز. طبعا الكورتيكوستيرويدز اشهرها وهي فيرست لاين ثيرابي في الانترستيشال لانج ديزيز اذر ذان اي بي اف، وفي very little evidence of its efficacy in interstitial lung disease. فالinternational guidelines قالت مبدئيا ان في الـ IPF is recommending against، بتقول لو سمحت ما تستعملش الكورتيكوستيرويد في الـ as a monotherapy في الـ acute في الـ في الـ في الـ interstitial idiopathic pulmonary fibrosis الا بس في الـ acute exacerbation. في الـ systemic sclerosis interstitial lung disease كان في guidelines ليها اسمها EUSTAR في 2016، لقيت ان حوالي 60% من العيانين بتوع السيستميك سكليروزز انترستيشال لانج ديزيز بيستعملوا الجلوكوكورتيكويدز، ولقوا ان هو ريكومندد في البيشنتس وذ روماتويد ارثرايتس لو كان العيان ريميند اكتيف روماتويد ارثرايتس بعد التريتمنت موديفاينج الديزيز موديفاينج دراجز والبيولوجكس، انما ما كانش في اي ايفيدنس ان روماتويد ارثرايتس هيستجيب للكورتيكوسترويد اللي هو الانترستيشال لانج ديزيز اوف روماتويد ارثرايتس مش بيستجيب للكورتيكوستيرويدز، ومفيش اي ايفيدنس على هذا. كان في فيري ليدل ايفيدنس ان هو الكرونيك هايبر سنسيتيفيتي للمانس اللي هو الفايبروزنج تايب ممكن الكورتيكوستيرويد تستجيب عليه، كانت استدي صغيره كده من 36 عيان 8 اسابيع، انما اذر ذان ذس الايفيدنس كله بيقول ان الفايبروتيك كرونيك هايبر سنسيتيفيتي للمانس لا يستفيد من الكورتيكوستيرويد، وانما طبعا اللي هو النون فايبروتيك تايب، وده فيه عليه ديفرنت ستاديز زي ما احنا شايفين، وده طبعا اللي احنا بنشوفه في حياتنا العمليه كل ما بيزيد الجراوند جلاس والاكيوت والساب اكيوت هو اللي بيستفيد اكتر من الكورتيكوسترويد عن الفايبروتيك هايبر سنسيتيفيتي نمبرز. السايكلوفوسفامايد هنحط اسم كده من الحاجات الموجوده في السوق المصري عشان نقدر نربط الادويه، احنا يمكن ايدنا مش واخده كتير على كل الادويه اللي هتتقال، ده اللي هو الاندوكسان. السايكلوفوسفامايد طبعا بيتاخد اورالي او انترافينسلي، وتريتمنت بيستعمل في التريتمنت بتاع سيستميك سكليروز انترستيشال لانج ديزيز، وقالوا ان هو دي ريكومندد فيري ماتش للعيان از ا فيرست لاين للعيان سيستميك سكليروز انترستيشال لانج ديزيز، ويتعمل له تيلورد اكوردنج للبيشنت ريسبونس بالذات في البروجريسيف ديزيز. كان في كونسنسس ستيتمنت سنه 2016 17 للسيستميك سكليروز انترستيشال لانج ديزيز، ودي قالت ان الانترافينوس سايكلوفوسفامايد از فيري بينيفيشال، ولكن ياتي في السكند لاين بعد المايكوفينوليت موفيتيل اللي هو السلسبت، وده هيجي دوره دلوقتي. فقالوا ان السلسبت ده بيجي نمره واحد يليه السايكلوفوسفامايد ريجاردنج الايفيدنس بيزد ميديسن، وان هو المفروض يستعمل في الاول. الازيثروبين او الايمران ده طبعا اميونوسابريسنت بيستعمل سكند لاين ثيرابي في انترستيشال لانج ديزيز اذر ذان اي بي اف. كان في الكونسنسس اسسمنت 2016 17 شافوا زي ما قلنا ان هو بيجي سكند لاين مينتنانس ثيرابي لعيانين السيستميك سكليروزس، يبقى كده احنا عايزين نبقى مع بعض كده خلاص احنا بنقول ان السايكلوفوسفامايد هيبقى هو فيرست او سكند مع المايكو فينوليت موفيتيل او السلسبت. برضو في الكونسنسس ستيتمنت حط الازيثروبرين انه فيري بينيفيشال في العينين دول. ان الافيكاسي بتاعه الازيثروبرين في الانترستيشال لانج ديزيز اولسو فيري ليميتد، والازيثروبرين اتلقى ان ليه بعض اللانج فانكشن ستابلايزنج افكت في عينين بالمونو سايكوردوزس، فاحنا كده بنتكلم عليه ان هو ممكن يجي سيرد لاين في السيستميك سكليروزس او في البالموسايكوردوزس، طبعا ان كومباينيشن مع الكورتيكوستيرويد، هي الكورتيكوستيرويد هي بتبقى اكتر حاجه افكتيف في الساركويدوزس. الميثوتريكسيت طبعا احنا عارفين انه بيتاخد اورالي او انتراماسكولار سبكوتينيوس انترافينوس، بيستعمل اكتر في السكيم مانيفيستيشن بتاعت الايرلي ديفيوز سيستميك سكليروزس، انما ما كانش في اي ايفيدنس الميثوتريكسيت هيفيد اي حاجه في الانترستيشال لانج ديزيز اسوشيتد وذ سيستميك سكليروزس. الميثوتريكسيت ابرود في تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس، ولكن مش في روماتويد ارثرايتس انترستيشال لانج ديزيز، فهو بيتاخد في عين روماتويد ارثرايتس مش عشان اللانج افكشن، واعتبر ان هو السكند لاين ثيرابي بعد الكورتيكوستيرويد زي ما قلنا في البالموناري ساركويدوزس. المايكوفينوليت موفيتيل او السلسبت ده طبعا من الحاجات اللي بتتاخد اورالي او انترافينوس،
بيبقى طبعا الاستاديز بتاعته اثبتت ان طبعا هو لي فيري بينيفيشال افكت، وتقريبا الهيت تو هيت كومباريزون مع السايكلوفوسفاميد اتلقى ان في امبروفمنت في الاف في سي على مدى سنتين. فكمان الكونسنسس ستيتمنت ده قال ان السيلسبت هيبقى بيتر توليريتد عن السايكلوفوسفاميد، ولذلك حطوه از فيرست لاين تريتمنت في عيانين السيستميك سكلروزس انترستيشال لانج ديزيز. ما كانش في ريكومنديشن فور او اجينست السيلسبت في الجايد لاينز بتاعه 2016 للسيستميك سكلروزس، ولكن زي ما قلنا هم حطوه في الكونسنسس ستيتمنت از فيرست لاين مانجمنت في السيستميك سكلروز انترستيشال لانج ديزيز. الروتوكسيماب او المابثيرا دي من الحاجات برضو اللي موجوده في السوق المصري، دي انترافينوس انتي سي دي 20 مونوكلونال انتي بودي، ودي بتبقى ابروفد في الكومباينيشن مع الحاجات دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الكرنت كومباينيشنز اوف تريتمنت. ابروفد في الكومباينيشن مع الميثوتريكسيت للتريتمنت بتاع بيشنت تو سيفير اكتيف روماتويد ارثرايتس او المودريت تو سيفير اكتيف روماتويد ارثرايتس، ولكن طبعا ما يكون في انادكوت ريسبونس على التيومر نيكروزس. الريكومنديشن بتاعت الكونسنسس ستيتمنت قالت ان هو ده ثيرد لاين اندكشن ثيرابي بعد السيلسبت والسايكلوفوسفاميد في التريتمنت بتاع سيستميك سكلروزس انترستيشال لانج ديزيز، فهي ليها مكان في السيستميك سكلروزس انترستيشال لانج ديزيز. التوسيليزوماب طبعا احنا كلنا اورينتد بيه الانتي انترلوكين 6 ريسبتور انتاجونست، ده اميونو سبريسانت وانتي انفلاماتوري، وده بيستعمل انترافينوس طبعا، وبيتاخد ان كومباينيشن مع الميثوتريكسيت في عيانين السيفير اكتيف روماتويد ارثرايتس، ولكن ما تلقاش لي اي افكت او لسه ما تلقاش لي افكت على الروماتويد ارثرايتس انترستيشال لانج ديزيز. الهيماتوبويتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن دي بتتعمل في الرابيد بروجريسيف سيستميك سكلروزس، ولكن برضو لسه ما فيش استادي عليها في الانترستيشال فايبروزس اسوشيتد مع في اللنج مع السيستميك سكلروز. الانتي فايبروتكس بقى دي الحاجات الجديده اللي جت في السوق المصري طبعا، يعني زي ما قلنا ان ابتدوا بقى الكلام يقول ان احنا الانتي فايبروتيك لانج ديزيز ده كلهم وان جروب، وان هي فيها كونكتيف تيشو ديزيز ار انيشيالي انفلاماتوري، وبعد كده يبقى في اكسسيف فايبرو بروليفاتيف ريسبونس، والاكتيفيتد الفايبروبلاست تبقى اكتيفيتد للمايوفايبروبلاست وبتسكريت اكسسيف اماونتس اوف اكستراسيلولار ماتريكس ريزلتنج ان انكريزد سيل تيشو ستيفنس وبتعمل لي فايبروزس، وان طبعا ده بيبقى فيه ترانسفورمنج جروس فاكتور بيتا 1 وكونكتيف تيشو جروس فاكتور كلهم بيشاركوا نفس الميكانيزم او الباثوجينيسيس، وبيديني في الاخر سيلف سستيننج اند بروجريسيف بروسيس اوف فايبروزس. ات هاز بين باستوليتد بقى ان الريسبكتيف للانيشال انجري وانس فايبروزس هاز بين بروجريسيف ا ثيرابي ذات اكت اون الفايبروزس باث واي از ريكوايرد تو سلو ديزيز بروجريشن، وده البوستوليشن اللي ابتدوا على اساسه عملوا الاستاديز على السيستميك سكلروز انترستيشال لانج ديزيز، ان طالما في فايبروزس فالانتي فايبروتيك بالتاكيد هيكون ليه جود افكت. الراشونال فور انفستيجيتنج ذا دراجز نون تو سلو ديزيز بروجريشن في الايديوباثيك بالمونري فايبروزس اللي هم البيرفينيدون والنينتادينيب از تريتمنت اوف اذر فورمز اوف فايبروزنج انترستيشال لانج ديزيز. البيرفينيدون كلمتين سريعه عنه، بيقلل لانج فانكشن ديكلاين في عيانين الايديوباثيك بالمونري فايبروزس اللي طبعا جاستروانتستينال سايد افكتس وراش. الاستاديز لقت لي اكسبتابل سيفتي وتولرابيلتي بروفايل، واتعملت عليه استاديز في سيستميك سكلروز انترستيشال لانج ديزيز، انما الحقيقه ديد نوت بروف بينيفيت يت. الافيكاسي والسيفتي بتاعه البرفينادون على السيستميك سكلروزس ستيل اندر ترايل ان كومباينيشن مع السيلسبت او اجينست ات الون unclassifiable progressive fibrosing interstitial lung disease وغيرها وغيرها، فلسه still is under trial is not approved yet. ده مش الوضع في النينتادينيب. النينتادينيب بقى طبعا ده بيبقى بيسلو lung function decline وبيقلل risk of exacerbation في عيانين idiopathic pulmonary fibrosis، وده زي ما احنا عارفين ان هو inhibitor of tyrosine kinase ومينلي side effects بتاعته is gastrointestinal. ده demonstrated anti-fibrotic and anti-inflammatory effects، وده approved من الـ FDA سنة 2019 في systemic sclerosis interstitial lung disease، فكده في player جديد في systemic sclerosis هو النينتادينيب مع الحاجات اللي قلناها as a combination or alone. ده الـ different studies اللي بتتعمل دلوقتي under trials، زي ما احنا شايفين البيرفينيدون بيتجرب مثلا في الـ fibrosing interstitial lung disease وهكذا، حاجات كتيرة دلوقتي مش
مش هنقولها بالتفصيل. ده الفيوتشر كومباينيشن الحقيقه اللي هو كومبايننج البيرفينيدون والانتادينيب اندوباسيك بالمونري فايبروزس. ان الاسنت بيرفينيدون ترايل والتو امبلسز انتادينيب ترايل اظهروا السيفتي بتاع السيفتي والافيكاسي في عينين الانتادينيب بالمونري فايبروزس، وقالوا ان في 50% ريدكشن في الفورس فيتال كاباسيتي ديكلاين، وكانت الامور توليرابل افكتيف وزي الفل تمام. بس ما كانش في اي بايوماركر يقول لك تدي العيان ده ان انت دينيب ولا البيرفينيدون. كانوا مجرد ان هما بيتاخدوا سيكوينشال لبعض، يعني انا ببتدي وان ايجنت بيحصل لي منه سايد افكت، او العيان از نوت توليريتنج، او الافيكاسي بتاعته مش ظاهره في العيان، فبضطر اوقف ده وادي التاني. فكان بيبقوا سيكوينشال، ما بيتاخدوش مع بعض. الكومباينيشن بقى الحقيقه البيرفينيدون ان انت دينيب ابير اتراكتيف ان برينسيبل، لان البوسيبيليتي اوف سينرجي in a disease in which there is multiplicity and of co-activated pathways. وفي two particular problems طبعا عندنا بتبقى addressed لما بنعمل combination ده، بغض النظر عن السيرنج اللي ممكن تحصل بينهم مع بعض، هي tolerability. ان طبعا الجاسترونتستينال side effects تبقى عالية جدا، يعني في study كان 11 عيان من 13 جالهم side effect من gastrointestinal. وطبعا الكوست علينا وعلى الخارج، يعني ان طبعا كل واحد بيكلف الفريروهات في الشهر، فده هتبقى ملتبلايد الكوست بتاعته. طيب اختار ازاي على التريتمنت بتاعي؟ اهم حاجه الفيرست ستيب ان انا اشخص صح، الكوريك دايجنوزس المالتي ديسيبلينري تيم، ويمكن ده من الحاجات اللي بنفتقدها فعلا، هو ده الجولد ستاندرد في الدايجنوزس بتاع الانترستيشال لانج ديزيز كلها. ان انا بيقعد الكلينيشن مع الهيستوباثولوجيست مع الراديولوجيست ويقولوا مع بعض ايه الدايجنوزس. اما الاتش حاجه زي كده يبقى انا لازم ان انا ايه بلجا طبعا للخبره الشخصيه بتاعه الطبيب والكونسيستنت اسيسمنت وغيرها. وشكرا لحضراتكم على السؤال. شكرا دكتور محمد كالعاده، يعني اوجزت وانجزت وفعلا حطيت كل حاجه في مكانها ووضحت الدراجز اللي موجوده. وعلى فكره الدراجز هم كاتبين نفسهم ان هي بتسلو البروجريشن اوف فايبروزس باي 50%. يعني انا لو هلوس عندي اي بي اف وهلوس 150 ام ال، لما اخد البيرفينيدون او النيتدانيب هلوس 75، لكن هي مش هتعمل حاجه. لكن ما معكش حاجه، يعني ما عندناش حاجه تانية، الدراجز التانية هازاردس، فما عندكش اي دراج تاني، فما قدامكش غير انك انت تجرب وتشوف بنفسك. نشفت للنكست سبيكر. دكتوره ساره موجوده دلوقتي ولا لسه؟ يس yes. لسه. طيب يس yes, موجوده دكتور، موجوده معانا. دكتور ساره دي هيرس. تمام. يس اي كان هير يو، كان يو هير مي؟ ويلكم. يس وي كان هير يو دكتور. وان يو ار ويلكم تو ساره. ثانك يو فيري ماتش. توداي يو ويل ديسكاس ترانسبرونكيال كرايوبايوبسي فور دايجنوستس اوف اي ال دي كارنت بيرسبكتيفز اند ريال لايف اكسبيرينس. Thank you very much. I'm really grateful for this invitation, and I want to thank the organizers of this prestigious event and my chairs and the colleagues who talked before me, and really helped me a lot because they have already introduced a lot of very important concept on interstitial lung diseases. And my task is to look in the next 15 minutes at the current perspective on histologic diagnosis of interstitial lung diseases. I hope you can see my slides. Yes, yes, we can see. Okay, that's good. So I will briefly touch three main points. The first is when to perform biopsy in interstitial lung diseases. And of course, we know that lung biopsy per se is not diagnostic. And we know very well that the diagnosis of interstitial lung diseases and idiopathic pulmonary fibrosis is a multidisciplinary diagnosis that involves clinician, radiologist, and pathologist. Pathologists are not always involved in the discussion, and this is because lung biopsy is not always required.
We have been known for a long time, and I think IPF made this lesson very clear that not all patients need to be biopsied. You can see the typical HRCT that do not need biopsy in IPF in the upper part of the figure, and the more indeterminate HRCT that needs to be assured then by a lung biopsy in the lower part of the figure. The multidisciplinary process is not only about biopsy and radiology. There are many data that we collect and we discuss. And the first, the most important step, I believe, is the clinical evaluation of the patients. That includes symptoms, exposures, lab tests for autoantibodies or precipitins, pulmonary function tests. And of course, in this clinical evaluation, HRCT, meaning radiology, is a key step, as we all know. Bronchoalveolar lavage is in the diagnostic algorithm of many interstitial lung diseases, is widely used in many experienced centers, and can give sometimes relevant information. And then biopsy in cases that remain unclear after clinical, radiological, and BAL revision is performed. And of course, also adding follow-up data, so knowing how which is the disease behavior, helps the multidisciplinary team in increasing their confidence and their diagnostic accuracy. These multidisciplinary approaches, that is a Bayesian approach that builds step by step on several data and several input from participants in the discussion, has shown to be effective, particularly our accuracy in diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis and connective tissue diseases is good. For other diseases such as NSIP and hypersensitivity pneumonitis, our agreement between experts is lower, and this probably reflects more uncertainty about diagnostic criteria of these complex entities. For idiopathic pulmonary fibrosis, we can see from this Brompton elegant study that when we use multidisciplinary team discussion, we can really reach a good prognostic stratification, and IPF patients do have a worse survival compared to other ILDs. So all these data give us the perspective that what we have been doing in the last 20 years is broadly acceptable, although we know that multidisciplinary discussion is not a real gold standard, is a surrogate, and we are awaiting for better biomarkers and for the new era of the precision medicine that will come. Right now, the approach include for the multidisciplinary team to express not only the final diagnosis, but also the self-reported confidence in this diagnosis and possible alternative diagnosis when the confidence is low. And here you can see the Ryerson flowchart that help us in stratifying diagnostic confidence, and the Simon Walsh study that actually showed clearly that when clinicians have a confidence that is higher than 70%, then the prognostic stratification is similar to cases diagnosed with a confidence higher than 90%, and also surgical lung biopsy in this study was not required. So when are we performing this biopsy? We're performing this biopsy when we're not confident in the diagnosis. This is one scenario in which we do not perform biopsy. You can see the red
three slides. So no biopsy in these patients, particularly if these typical definite UIP patterns occur in a patient that has a clinically compatible scenario with idiopathic pulmonary fibrosis. Are we biopsying probable UIP cases? This is a more complex question. And basically, the probability of having UIP IPF in patients that show probable UIP on HRCT depends on the clinical scenario and on the prevalence of the disease, IPF disease, in the population. So you can see that when you have an HRCT of probable UIP, you can have a probability of having UIP on histology as low as 20% if the clinical score is low and the prevalence of the disease in the population is low, or as high as more than 90% when the clinical score is high and when the prevalence of the disease in the population is high. So this is one of the scenarios in which, of course, age, gender, anamnesis, history of the patients are all key factors to decide whether to take biopsy or not. And this is a very a decision tailored on each single patient. And then the green light for biopsy comes for all patients that have an indeterminate HRCT UIP pattern, because in this case, it is very unlikely to have a diagnosis without biopsy. Of course, connective tissue disease are a separate group. And in those groups, if the diagnosis of CTD is definite, we probably do not need histology. Now, there is also a new question that come up to our attention, because now that we know that we can use antifibrotic for all progressive fibrotic ILDs, some pulmonologists are starting to ask ourselves, do we still need to biopsy? Do we still need to understand which disease is, or can we just wait and see and then treat all patients that progress with antifibrotics? And let's see if I can answer this question. So the first point is not all fibrotic ILDs are IPF. This is a very recent patient's cohort in which all IPF patients were properly treated with antifibrotic, but despite this, you can see that there is a significantly worse prognosis of IPF compared to non-IPF patients. So it is important to have in mind that having a fibrotic ILD doesn't mean having IPF. Could mean having a fibrotic ILD that can have a disease behavior strikingly divergent and better compared to IPF. This is the same population, but you can see in black IPF, and the colored line reflects the same line of the previous graph, but in much more details, because here you can see all the different entities that were incorporated in the only one line that I showed you before. And this is to make clear that each specific disease has a different behavior and a different treatment response. So this already makes clear to us that we need a diagnosis if we want to accurately predict our patient's prognosis and make the correct treatment decision at baseline. If we think of chronic HP, antigen avoidance is critical. There is a subgroup of patients that can benefit of this, of antigen avoidance, and may not need aggressive treatment. If we think of NSIP, fibrotic FNSIP, immunosuppression is efficacy in a subgroup of patients. On the contrary, when we think of idiopathic pulmonary fibrosis, and these are our data not yet published, we can clearly see
we know very well that immunosuppression is detrimental. Antifibrotics are necessary and they should be started as soon as possible because the latest is the initiation of the treatment. The worst is the prognosis. So the initial approach is really different from different entities. And this very elegant review from Marlies Wissenberg and Vincent Cotten, recently published in the New England Journal of Medicine, underlines the importance of making appropriate diagnosis in these patients. So now that we have assessed that making diagnosis is important, let's try to understand why is histology important. So there are several studies, at least two, one published by our group in the Blue Journal in 2016, and this one in which we participated, which is an international collaborative work that was published last year, that shows that the histological information clearly increases the diagnostic confidence in our interstitial lung diseases diagnosis. Moreover, the histologic information completely changes our initial clinical and radiological hypothesis in 1/5 of patients. And if we want to look this in a little bit more detail, IPF is almost all universally always confirmed, but for example, NSIP is confirmed only in 1/2 of cases. Chronic HP is confirmed only in 2/3 of cases. So a significant subgroup of these are reclassified as IPF after histology revision. And when we look at the prognosis of these cases that are reclassified after biopsy revision, we see that really histology is the piece of information that gives us the most important prognostic prediction, the most accurate prognostic prediction. And these are the data that we have just recently published in the Annals ATS journal, that also tell us that we change our diagnostic approach, our treatment approach. So we change our treatment in at least 1/3 of cases after having reviewed the biopsy. And what drives this change of mind is both the reclassification of cases, of course, when we change the diagnosis, then we change the treatment, and also the confidence. When our confidence in the diagnosis increase, then we change our approach in a consistent minority of cases. So having biopsy information help the multidisciplinary team to refine the treatment approach. You can see here that we use more antifibrotic and immunosuppressive treatment, less steroids, and less wait-and-see approaches. And then the last question is cryobiopsy or surgery. And this is a question that we have been trying to ask for the last 10 years. And about cryobiopsy, this is a safe technique that can be easily performed by experienced bronchoscopists. It is just important to have in mind three safety things. The first one, use the preventive blocker to prevent fatal bleeding. The second one is use fluoroscopy guide to make sure that you are at the periphery right below the pleura, which is the safe zone to biopsy because there the vessels are smaller and the risk of fatal bleeding is lower. And in these diseases, also the pieces are more informative if they are more peripheral. Compared to BATS, to surgery, transbronchial cryobiopsy has diagnostic yields that falls short, 80% compared to 96-98%. A good agreement with surgical samples,
very lower technical requirements, because you don't need the operatory room, you don't need the full in-hospital stay and everything else. You don't need a chest drainage in all cases. The incidence of pneumothorax after cryobiopsy is around 10%. And all other complications, including persistent air leak, infections, chest wall paresthesia, and postoperative pain, are lower. Actually, you do not have chest pain with transbronchial cryobiopsy. So cryobiopsy compared to surgery help has to lower mortality, and this is another very important point. Mortality of surgery is 2% compared to cryo, which is below 0.4%. It can be performed in an outpatient settings, has significantly lower adverse events, and is broadening the spectrum of patients that we can biopsy, because we can biopsy also more fragile patients compared to surgery. And these are all the reasons why cryobiopsy, at least in Europe, is strikingly increasing, while surgical lung biopsy, and this is true all around the world, is significantly reducing. Now, I'm not sure we have the time for the video, and I wish I could just keep on going. Sorry. But I can't control the video, so I will just skip, because I cannot show you the entire video. It takes too long. And we will just reach our conclusion. We need lung biopsy information when the clinical and radiological scenario is uncertain, meaning when based to Brompton and Chris Ryerson view, at least a confidence of 17% is required to make a confident diagnosis without biopsy, and below that, you can biopsy your patients. Biopsy results needs to be integrated in the multidisciplinary discussion of cases. This is very important. It doesn't worthwhile to, you know, start doing a cryobiopsy if you do not have a pathologist that can support you in the interpretation of the cases, if you do not have a multidisciplinary team that can really make the best of this, of the tissue. It would be really a waste of time and resources. And then cryobiopsy, which now has been clearly been shown to be a valid first step, lung biopsy. And of course, it will not overcome all completely surgery, but more than 80% of cases, we can reach our diagnosis with cryo. And then of course, we can always use surgery for the small minority of cases in which we are unable to reach a multidisciplinary diagnosis using cryobiopsy. I want to conclude inviting all of you, all my friends, to Florence next May 2022. We will have a two-day international research seminar, which is an EABIP research seminar and is also endorsed by the World Bronchology Association and is organized by the Italian Thoracic Society. So we would be honored and to have you in this wonderful city. And thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Sara, for your very elegant talk. But I have one small question for you. What about the long-term supervision of 15 years for these patients? What is the importance of, for this long period in such cases? And what lessons we can get from this research, please? Sorry, can I ask you to repeat? So the importance of 15 years follow-up, now maybe I didn't hear very well, as I have some... Sorry, can you hear me? Do you mind if repeating the question? You mentioned during your lecture about
15 years follow-up of cases. Yeah, in our study, yes, about idiopathic pulmonary fibrosis, yes. What is the main conclusion from this study? Because I see okay, thank you very much. And this is very important to us. Some highlights about this, please. Yeah, it is. Thanks a lot for the question. So we have found several interesting things, mainly, I have to say, about treatment. So the population was enrolled in a very long time span. So the first group, IPF patients, were still treated with immunosuppressant, and the latest group was treated with antifibrotic. So this gave us the opportunity to sort of compare these two historical groups, and we have observed that as it was shown in clinical trials, patients treated with triple therapy and azathioprine experienced significantly more hospitalizations and death. Whether for the antifibrotic treatment, there was a significantly higher survival. Interestingly, the antifibrotic in our real-life cohort showed not only to reduce FVC decline, but also to reduce overall hospitalization, respiratory hospitalizations, and deaths. So I think it's the main, and then, of course, we also find other things, but these are the main results. So the real-life data support a clear efficacy for antifibrotic therapy in terms also of mortality and hospitalizations, not only lung function decline. Thank you. Okay. Thank you, Professor. Thank you, Professor Sarah, for your elegant presentation. Maybe we have time for one more question. Professor Orit. Thank you, Professor Sir. Thank you. Now it's time to call the next speaker, Huda Makhlouf. Thank you very much. Professor Huda Makhlouf. Thank you. Dr. Huda had kalimna on hypersensitivity pneumonitis, diagnosis and management. بس في حد نسي في announcement وصلنا دلوقتي لو حد نسي تليفونه في تليفون اتنسى وموجود في الامانات هنا في القاعه. دكتور سيد مخلوف. لا انا بتكلم على التليفون دكتور هدى مخلوف. في البدايه طبعا انا بشكر الاستاذ الدكتور طارق صفوت والاستاذ الدكتور جمال ربيع على الدعوه الكريمه. My topic today about hypersensitivity pneumonitis diagnosis and management. Outlines include background, diagnosis, treatment, and the factor associated with increased mortality. Hypersensitivity pneumonitis is one of the most common interstitial lung diseases. It is an inflammatory and or fibrotic disease affecting lung parenchyma and the small airways, resulting from an immune-mediated reaction provoked by an inhaled antigen in susceptible individuals. The overall incidence and the prevalence are low, but vary with regional disparities in climate, occupational exposures, and environmental exposures. تقريبا الهايبرسنسيتيفيتي لومونيتس بتاخد ما بين 2 ل 47% من حالات الانترستيشال لونج ديزيز. Hypersensitivity pneumonitis develops in susceptible individuals after repeated exposure to inciting agents. These agents are classified into organic particulate matter, including microbial agents and animal or plant protein. Inorganic particulate matter, including chemicals, pharmaceutical agents, and metals. Location of exposure.
may be occupational, household, recreational, or unidentifiable. تقريبا ممكن في حوالي 50% من الحالات. This table shows hypersensitivity pneumonitis type with typical causative exposure and antigen in farmer's lung, moldy hay, and Saccharopolyspora retrovirgula, in bird breeder's lung, bird excreta, and avian antigens. The most common causes of hypersensitivity pneumonitis are avian antigens and microbial agents. Pathogenesis, starting by genetically susceptible individuals, followed by exposure to environmental inducer, resulting in innate immune reaction, followed by sensitization and lymphocytic inflammatory reaction after re-exposure to antigen, ending in fibroblast accumulation and fibrosis. Acute hypersensitivity pneumonitis is mediated by antigen-antibody complex formation, while subacute and the chronic hypersensitivity pneumonitis are mediated by delayed hypersensitivity reaction. The most common genetic factors in hypersensitivity pneumonitis are major histocompatibility complex and the transporter for antigen presentation polymorphism. الOld classification كانت بتقول إن الhypersensitivity pneumonitis هي الشاشة عند حضراتكم اختفت ولا الOld classification كانت بتقول إن الhypersensitivity pneumonitis بنقسمها لacute أو subacute وchronic وده كان بيبقى based على الduration والintensity of exposure لكن النيو classification بتقول إن دي ممكن نقسمها non-fibrotic أو fibrotic disease وده بيعتمد على the presence أو the absence of fibrosis. Now, what about diagnosis? Starting by clinical assessment, patients with non-fibrotic disease may present with acute influenza-like symptoms, progressive dyspnea, and constitutional symptoms. While patients with fibrotic disease present with progressive dyspnea and chronic cough. Physical examination reveals inspiratory crackles, clubbing, squawks, or chirping signs, which indicates small airway disease. Patient may present with acute exacerbation and pulmonary arterial hypertension in advanced stage. Pulmonary function testing طبعا هنلاقي فيها restrictive defect وممكن يبقى فيه impaired diffusion lung capacity كمان في الحالات النون فايبروتيك ممكن يبقى فيها small airway obstruction. Evidence of exposure by using a standardized questionnaire to identify an inciting agent. بنبقى عايزين نعرف الagent هو مين واهم حاجة بنركز عليها duration او exposure والfrequency of exposure. Antigen testing including serum-specific IgG and specific inhalational challenge. High-resolution CT with inspiratory and expiratory film form an essential component of hypersensitivity pneumonitis diagnosis and prognosis. In non-fibrotic disease, اللي هلاقي بلاقي center lobular nodules of ground glass opacification, center lobular nodules, mosaic attenuation, وكمان air trapping. In fibrotic disease, بيبقى فيه irregular linear opacification, coarse reticulation, honeycombing, أو traction bronchiectasis. في حاجة مهمة الـ 3 density pattern وده بيبقى فيها ثلاث حاجات. Ground glass opacification مع low attenuation وكمان بيبقى فيها normal lung. Other finding ممكن ألاقي center lobular nodules أو ground glass opacification and air trapping. ده الـ high resolution CT اللي patient عنده non-fibrotic disease بيبقى زي ما احنا شايفين في عندنا الـ bilateral center lobular nodules ده expiratory film في bilateral center lobular nodules ومعها air trapping في الـ right side وده الانسبيراتوري والاكسبيراتوري فيز وزي ما احنا شايفين في السب لورال ريتيكوليشن والاير ترابنج ده السي تي لحاله عندها الفايبروتيك ديزيز
في subpleural reticulation. في السيتي الثاني ده زي ما احنا شايفين في الهونوكومبينج والتراكشن برونكيكتس ومعاها فوليوم لوس في الليفت سايد، ودي في فايبروزس مع لو اتينويشن وبرونكيكتس مع موزايك اتينويشن. This is the three density pattern اللي هي زي ما احنا شايفين في ground glass opacification مع normal lung مع low attenuation. This table shows CT term is used in the diagnosis of hypersensitivity pneumonitis, and this table shows diagnostic CT categories of fibrotic and non-fibrotic hypersensitivity pneumonitis, including typical, compatible, or indeterminate. Bronchoalveolar lavage with bile fluid lymphocytosis more than 30%. يقدر ان انا افرق ما بين الهايبرسنسيتيفيتي لومونيتس والايديوباثيك بالمونري فايبروزيس اند ساركيدوزيس. Also bile is useful for rolling in or out infectious pathology. Lung biopsy when the diagnosis remains uncertain with the highest diagnostic yield in surgical lung biopsy followed by transbronchial lung cryobiopsy واقل حاجه طبعا هي transbronchial forceps lung biopsy. The histological features vary according to the phenotype. في non-fibrotic بنلاقي عندنا bronchocentric chronic interstitial inflammation او cellular non-specific interstitial pneumonia. في الفايبروتيك بيبقى فيه variable pattern من الفايبروزيس، ممكن تبقى على شكل usual interstitial pneumonia او fibrotic non-specific interstitial pneumonia. ممكن الفايبروزيس يبقى برونكوسنتريك او يبقى ميكتشر ما بين برونكوسنتريك واليوجوال انترستيشيال نيمونيا. These tables show histologic diagnostic criteria for non-fibrotic and fibrotic type. برضو بيقسموها لتيبيكال او كومباتبل او انديترميند او ممكن يلاقي الالترناتيف دياجنوزيس. A multidisciplinary discussion in patients with suspected hypersensitivity pneumonitis is advised. This is a simple algorithm for the diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. In clinically suspected hypersensitivity pneumonitis, perform high-resolution CT. هلاقي الباترن يا إما typical أو compatible or indeterminate. Then evaluate antigen exposure. ممكن يكون identifiable or unknown. Followed by bronchoalveolar lavage. ألاقي بال lymphocytosis أكتر من 30% أو أقل. Then a multidisciplinary discussion هنا بحتاجها عشان أحدد أنا محتاجة أعمل lung biopsy ولا لا. هعمله في حالة لو كانت النتيجة إن كل اللي أنا عملته اداني إن الحالة دي undetermined or unlikely. Now what about treatment? Antigen avoidance and identification are the mainstay of treatment resulting in improved lung function in non-fibrotic disease. Pharmacological treatment in non-fibrotic hypersensitivity pneumonitis هبتدي استعمل بريدنيزون، بتستعمل نص ملي بير كي جي بير دي لمدة أسبوعين وبعدين ببتدي أعمل gradual tapering. ممكن أستعمل مايكوفينوليت مفيتيل أند أزوسايبرين في الحالات اللي هي بيكون عندها progression أو عندها frequent relapse أو إن أنا أصبح بالنسبة لي مستحيل إن أنا أعرف مين الأنتجين اللي عمل المشكلة دي. In fibrotic type هستعمل كورتيكوستيرويد مع الازوثايبريم او مايكوفيرولات موفيتيل وممكن بستعمل اميون ميديوليتنج ايجنت زي الريتوكسيماب او الفلونوميد وممكن استعمل انتي فايبروتيك زي البرفندون والنانتيدانيب. Non pharmacological treatment outpatient pulmonary rehabilitation to improve 6 minute walking distance dyspnea score and the quality of life. Oxygen therapy in patients with resting or exercise-induced hypoxemia. Lung transplantation in patients with progressive and severe fibrotic hypersensitivity pneumonitis. Now, what about factors associated with increased mortality? ممكن بلاقي في intrinsic factor زي increased age, male sex, أو لو حصل mutation في التلومير جين أو كمان وجود autoimmune disease. Extrinsic factor لو الانتجين unidentifiable أو في high level من الانسايتنج ايجنت أو كمان إذا كان العيان ده smoker ممكن الحاجات دي بتزود المورتاليتي. Physiologically
بلاقي معايا لو كانت من البداية الفورس فيتال كاباسيتي لو أو الديفوجن لونج كاباسيتي في البيز لاين كانت لو، لو حصل دي ساتوريشن اون اكزيرشن ديفلوبمنت اوف فيبروزس في اللونج بيوبسي أو الاتش ار سي تي اند ديفلوبمنت اوف بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. In conclusion, hypersensitivity pneumonitis is a disease with many facets, clinic diversity of clinical, radiologic, and pathologic subtypes. The diagnosis and the treatment remain complex and challenging. A patient-centered approach is required for the diagnosis. The treatment options are limited and not based on evidence. And thank you, and have a nice time. شكرا دكتوره هدى على الموضوعات القيمه بخاصه بالهايبر سيب ريمونايز ابديتد وكلها طبعا في 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 صميم التريتمنت بتاعنا. دلوقتي انا قبل ما نعمل كلوزنج للسيشن بحب اشكر الاستاذ الدكتور جمال ربيع على الدعوه الكريمه وكل جميع كل اعضاء فريق جمعيه البرونكولوجي على الجهد المبذول والموضوعات القيمه، كما انك اتاحت لي الفرصه العظيمه ان اكون بصحبه الاستاذ الدكتور جمال الاستاذ الدكتور احمد نجم ومدحت نجم والاستاذ الدكتور احمد الجزار والاستاذ الدكتور ابراهيم نافع والاستاذ الدكتور ايمن رمضان نافع والاستاذ الدكتور ايمن سالم. بدعو للسكند سيشن للهوتش ريليتد تو ثوراسيك انكولوجي تشير بيرسونز الدكتور عماد كراع والدكتور احمد نوري الدكتور هشام الغزالي الدكتور اشرف مدكور الدكتور حسين الخياط الدكتور خالد زمزم.